أهلا وسهلا في حصة جديدة من مادة القراءة مستوى سادس ابتدائي تحت عنوان الإنسان والحضارة. لاحظوا معي الصورة، ماذا تلاحظون؟ أجناس مختلفة حسنا، أشخاص ليسوا من بلد واحد حسن جدا، وكرة أرضية حسن جدا، بمعنى أنهم يمثلون عدة قارات. ممتاز. ما علاقة النص بالعنوان؟ علاقة توافق. وما علاقة الصورة بالعنوان؟ علاقة توافق. حسن جدا. تبنى الحضارة وتزدهر عندما تختفي الجائحات والحروب والمجاعة، وتجود السماء والأرض بخيراتهما. فالإنسان لما يكون في مأمن من الخوف والجوع تتحرر في نفسه دوافع التطلع إلى المستقبل وعوامل الإبداع، فيمضي قدما إلى بناء حضارته. وقد بنى الإنسان حضارته ولماها عبر حقب وعصور، نعرض بعضها موجزا ومرتبا ترتيبا تاريخيا كما يلي. العصر الحجري القديم بدأ فيه نمو الحضارات قبل أن يستعمل الإنسان المعادن، وكانت فيه الأدوات والأسلحة مصنوعة من الحجر، وفيه اكتشف الإنسان النار، واتخذ من الكهوف ملاذا له من الحيوانات المفترسة وقساوة الطبيعة وكوارثها. بقية النص نطلب من التلاميذ قراءته، وهذه غير مجرد قراءة نموذجية، ونصحح أخطاءهم ونوجههم إلى القراءة السليمة. نقوم بشرح القطعة بعد الشيء حتى نتمكن من إنجاز، حتى يسهل علينا إنجاز تمارينها. الإنسان والحضارة. الإنسان والحضارة، نفهم على أن لا حضارة بدون إنسان، ولا إنسان بدون حضارة، فهذين المفهومين مرتبطين مع بعضهما. ولاحظوا معي واو العطف، الإنسان واو عطف، والحضارة يعني الحضارة معطوفة على الإنسان. حسن. تبنى الحضارات وتزدهر حينما تنتهي الحروب، وحينما يكون الإنسان مرتاحا وموفر له الأمن الغذائي يستطيع أن يبدع. كما أن الإنسان يزيد بالحضارة من خلال ما يقدمه لها عبر حقب وعصور، وليس دفعة واحدة، لأن الإنسان بنى حضارته ونماها عبر حقب وعصور. أهم هذه العصور التي سجلها التاريخ وجسدت لنا حضارة الإنسان العصر الحجري القديم. في هذا العصر الإنسان عرف تطور هائل في حياته، لأنه اكتشف النار بواسطة الحجر، ومن خلال الحجر صنع أسلحة وأدوات قضى بها حوائجها، وبنى بها كهوف اختبأ بها عن الحيوانات المفترسة. ثم العصر الحجري الحديث ظهرت فيه الزراعة، وفجر التاريخ ظهرت فيه الكتابة، وعصر الآلة ظهرت فيه مجموعة من الاختراعات، أهم المحركات البخارية، الطوابع، التلغراف، صناعة السيارات إلى آخره. وعصرنا الحالي عرف تطور في التقدم التكنولوجي. على العموم واختصار، أن الحضارات هي كيان ثقافي يمتد إلى أبعد نقطة في الكون، أن هذا الكيان ليس له حدود، بمعنى أن الحضارات، لا أقول حضارة، الحضارات هي واحد سلسلة مترابطة فيما بينها، لا يمكن أن نزيل حضارة عن حضارة أخرى، لأن للحضارة قصة، لها بداية هي النشأة ثم التطور، ثم تعرف حضارة شعب ما انحطاط فتأتي حضارة أخرى. الحضارة لا تنهار، والحضارة لا تتلاشى، لا توجد حضارة متلاشية أو منتهية، لأنها الحضارة إذا انتهى زمنها تبقى وسيلة أو طريقة لبناء قاعدة أساسية لبناء حضارات أخرى. إلى هنا أودعكم، على أساس نلتقي في الحصة الثانية من النص القرائي الإنسان والحضارة،
وأطلب منكم أن تستخرجوا من الصفحة 7 و8 و9 تقراوها مزيان، تخرجوا التمارين ديال 9 في كتابي في اللغة العربية السادس مستوى السادس. تخرجوا لي الفكرة الرئيسية لموضوع الإنسان والحضارة والأفكار الثانوية، وتقوموا بتلخيص هذه القطعة في 4 أسطر، وتسطروا على المفردات الصعبة باش الحصة الجاية إن شاء الله نناقشوها.